تدري التقوى يعني شنو؟ التحرج. واحد يقعد يغتاب كما يشاء الشيطان، هذا ما إلى حريجة في الدين، ما إلى تحرج في الدين. ولكن واحد بمجرد ما جاءت الغيبة، والغيبة لها حلاوة، انتهاك الأعراض بالكلام له حلاوة، بمجرد ما اجت هذه الكلمة هذا التحرج يمنعه من ذلك. تذكروا، كان واحد يقول عن الحاج السيد حسين القمي رحمة الله عليه، كان يقول كلمة، حقيقة هذه الكلمة معبر، كان يقول هذا كان يؤمن بالآخرة، وكفى به مدحاً، يؤمن بالآخرة، مو فقط كلام، حقيقة عندما يريد أن يتكلم صدق أكو آخرة، صدق أكو حساب وكتاب، صدق أكو الله، هذا اللي يتكلم كل ما يجي على لسانه هذا مو مؤمن بالله حقيقة، هذا مو مؤمن بالآخرة. يقول كان يؤمن بالآخرة. إحنا حقيقة إذا أوجدنا هذه الحالة، تذكروا أمام كل عمل وأمام كل حركة واحد شوية فكر، حقيقة أكو قبر، أكو هنالك كتاب وحساب، أكو هنالك منكر ونكير، هذا يمنعه عن المعاصي، يقف أمام المعصية. هو كان يقول الحاج السيد حسين القمي رحمة الله عليه، كان يقول أنا لصديقي أعمل كل شيء، الأخ الرفيق هو إلى مقام كل شيء أعمل، وحاضر أنه أوصل إلى باب جهنم، ولكن لن أدخل معه في جهنم، أنا مو حاضر لأجل الصداقة أبيع آخرتي وأبيع ديني لأنه صديقي. يزعل، خلي يزعل، عندما تسمع الغيبة وأنت جالس قوم من ذاك المكان، يزعلون خلي يزعلون، لا تدخل مع صديقك في جهنم. تذكروا فإذا هم مبصرون، الشيطان يضع هنالك حجاب أمام عينك، ولكن عندما تتذكر الله تعالى يرفع هذا الحجاب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.